السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكون بألف خير وصحة وعافية. هذا الفيديو قصير بناء على الأسئلة اللي يسألوها المتابعين. ليش مرات يكون الغصن مالت اللبلاب تساقط الأوراق مالته؟ السبب هو حرارة المكان اللي موجودة بيه اللبلابة. أنا عندي كانت، وهذا الغصن بالضبط اللي كان مرتفع سقطت الأوراق، سقط لين شنو مرتفع، وأكثر شيء من يكون قريبة على السقف والجو حار، أيضا هاي الحرارة كلها تأثر عليها. كيف نعالج هذه المشكلة؟ علاجها بسيط بشكل، يعني لا مرات تكون أيضا قلة الإضاءة، بس السبب الرئيسي هو حرارة في المكان اللي موجودة بالنبتة، لأن اللبلاب من النباتات اللي تحتاج إضاءة قوية وتحتاج جو رطب، أهم شيء الرطوبة بالمكان. حتى نعالج هذه المشكلة كيف نعالجها؟ نعالجها نستخدم بخاخ ماء، أو ننزلها من الحائط مثلا من السقف، أو مثلا الحائط شلون مثلا احنا مسلقيها عليه، أو نسوي بخاخ ماء، خاصة هسه بالصيف ممكن مرتين أو ثلاثة تسوي لها بخاخ ماء. وبخاخ ماء وحتى تستفاد من الرطوبة، وإضاءة موجودة اعتيادي تستفاد من الرطوبة. وأيضا العلاج الثاني هو استخدام MBK من خلال البخاخ مرتين بالأسبوع، حتى نعالج هذا الغلط اللي بيها اللي صار، الضرر اللي ضررته. نستخدم سماد MBK بخاخ أيضا على النبتة حتى نساعدها من أول وجديد تطلع أوراق جديدة وأفرع جديدة. نستخدم بخاخ مي مثل ما قلت مرتين أو ثلاث، مثلا بهذه الطريقة، هذا بخاخ أبخه، ما يأثر حتى لو على الحائط أو على شيء، هذا بخاخ مي لأن هو لذاذ، حتى أسوي لها جو رطب. بهذه الطريقة أسوي مي بخاخ وأيضا سماد MBK كل أسبوعين السماد، بينما بخاخ المي مرتين او ثلاث بالصيف، خاصة هسه الجو حار، احنا مثل الدول العربية كلها حارة، يعني صح مو موجودة بدولة عربية، ايضا الجو مالتنا حار مثل الجو العراق، فدائما استخدم بخاخ مي حتى رطب الجو المحيط بالنبتة، واستخدم البخاخ في حالة سقطت الاوراق. عندي هاي مثل ما قلت، عندي هذه المشكلة، وحبيت اليوم كثير من الاصدقاء يسألون، حبيت اشوف لكم اياها، هي يعني موجودة، فاستخدم بخاخ MBK. بصراحة أنا صارت عندي هالمشكلة، بس لأن ما كنت متفرغة لها لأن زوجي مريض، فأخذت وأخذ وقت من عندي، فنرجع من أول وجديد ننهض النباتات مالتنا ونحافظ عليها من جو الحار، وخاصة إن هي داخل البيت، حتى ترجع برونقها ونشاطها. استخدموا بخاخ ماء وبخاخ سماد MBK كل اسبوعين. هذه النتائج اللي من خلال استخدام بخاخ، شوفوا رجعت هسه طلعت فرع بنانه، قامت تطلع افرع جديده. فلا تنسون استخدموا بخاخ حتى ترجع نباتاتكم على جمالها ووضعيتها الطبيعيه، وما تنقهرون عليها. شوفكم فيديو قادم ان شاء الله، وجمعه مباركه ان شاء الله على الجميع. ما اختم، شوفوا هسه ايضا هذا الفرع اللي طلع، استخدموا بخاخ MBK كل اسبوعين، وبخاخ ماء مرتين او ثلاث باليوم. اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم.